كده كده في وسط اسئلتنا انا ونهاوند هنمرر لحضرتك مجموعه من اسئله المشاهدين اللي بعتوا لنا، منهم معاذ حمدي الازهري بيتكلم على نقطه بتشكل هاجس عند رجاله كتير قوي قوي الحقيقه، فكره الكرش. وخصوصا لما بيكون الشخص الكرش ده مش متناغم مع الهيئه العامه، يعني تلاقي حد رفيع زي حالاتي وعنده زيتونه ضخمه في بطنه. اوكي طيب. فهو بيكلمك بقى في الاتي بيقول لك لو عايز احرق دهون البطن في اقل وقت ممكن، ايه النصايح اللي ممكن اعملها مع ان في ناس بيبقى جسمها طبيعي بس كرشها كبير؟ دي النقطه اللي بقول لحضرتك عليها. وتحياتي لكم جميعا. وعلى فكره نهاوند بيقول لك بقى انا زودت بدل 20 دقيقه رياضه خليتهم 30 دقيقة رياضة في اليوم. انا فاكرة معاذ امبارح او اول صح لما بعت لنا قلنا له بتمارس رياضة قد ايه؟ قال 20 دقيقة، قلت لك طب زود 10 دقايق. برافو عليك، 30 دقيقة كويسة. كيفية القضاء على الكرش؟ طيب احنا الرجاله كلها لا هي مشكله على فكره ستات ورجاله، بس يمكن الستات دلوقتي بقت بتاخد بالها من جسمها والكلام ده كله، بقت واخدين بالها اكتر بكتير. لا احنا كنا زمان ما بياخدوش بالهم خالص من جسمهم، احنا دلوقتي كل واحده ست لا عايزه تبقى في احسن صوره، ده حقيقي. بالنسبه للرجاله اكتر حاجه بالنسبه لهم التدخين، يعني فكره التدخين دي مشكله كبيره جدا. التدخين بيعمل ووتر ريتنشن عادي. ايوه ده حقيقي، عايزه الكاميرا تيجي يعني على حقيقي جدا. انت عامله ايه يا دكتوره؟ انا كويسه الحمد لله. يا ستي دي افه غير طبيعيه ورا اسباب يعني كتير لمشاكل كتير قوي الحقيقه، يعني ده حقيقي. بس هي التدخين دي مشكله اصلا عشان هو بيعمل ووتر ريتنشن عادي، واكتر مكان ممكن يحصل فيه ووتر ريتنشن موضوع البطن، احتباس للميه. ثاني حاجه الكافيين بكل انواعه، يعني الكافيين حتى الشاي الاخضر ده فيه كافيين. لا مش معقول كده، يعني الشاي الاخضر فيه كافيين. فاحنا القهوه احنا قلنا فنجان واحد قهوه في اليوم، ده المفروض ده المعرف عليه ان احنا ناخد فنجان قهوه واحد، هو ده الطبيعي. النسكافيه النسكافيه جولد والحاجات بقى الثانيه دي كلها بالظبط كده. المنتجات كمان الجديده المصنعه دي اصلا بتعمل مشكله كمان في الكبد والكلى، يعني ان هو هتحرمينا من الكوفي؟ لا طبعا مش بحرم حد، مفيش حاجه اسمها حرمان. امال ايه؟ في حاجه ان انا بقنن الحاجه، يعني انا لو باخد مثلا 3 نسكافيه انا دلوقتي عايزه اخس بطني، فممكن اخد 2 بعدين ابتدي اقللها بواحد. اه ما هو ده كافيين. قهوه مصنعه، هي اي حاجه مصنعه مشكله. اوكي فهمتك. فيعني وطبعا الرياضه، بما انه بيلعب رياضه ممكن نركز على رياضه البطن دي هتفرق كتير. ما ناكلش الحاجات المخبوزات دي برضو بتعمل بطن، السكريات يعني الكرواسون وال دي مشكلة، عيش والحاجات دي كلها. الكرواسون دي ممكن تكون اصلا بالكالوريز بتاعتك طول اليوم، والمقرمشات دي ممكن تكون بالكالوريز بتاعتك طول اليوم. والمقرمشات يا دكتورة يعني انجي استني طيب. بتنهار منك يا دكتورة، انت مش واخدة ست كل شوية بتسحبي منها حاجة. اه صح انا حاسة كده. يعني بصي مش المفروض ان احنا نكون بناكلها كتير. انا وبابايا هننهار، انا وبابايا يعني لازم الصبح نقعد مقرمشات مع بعض يعني. طب يعني لو بتاكلي مثلا خبر سيء جدا. لو بتاكلي منها مثلا 3 سيرفينج، يعني 3 مثلا بسكوتات، ممكن تخليهم 2 يعني، واحده 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 بالظبط كده. هو ده اللي انا اوريدي بعمله مع اي بيشنت بيجي لي، واحده واحده كده عشان خاطر بيجي لي من قله الجوع من قله الاكل. ماشي ماشي يا دكتور. انت رجتيها جامد قوي. اوكي انا حاسه ان النسكافيه راح منها والبسكوت والمقرمشات راحت منها، يعني انا شايفه اخر الحلقه تقريبا مش هتاكلي حاجه حقيقي.